السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين، عدت لكم بسلسلتكم المفضله وهي سلسلات اللقطات الفاشله والمضحكه الخاصه بلعبه جي تي 5. وهي اللي كاينه بدا المقطع باللقطات الفاشله. وراقبوا معي تريفر، هو الان متجه مع ذلك الصياد، ذلك الشخص فانه صياد محترف. راقبوا، يحاول الان صيد الحيوانات. شاهدوا، تخيلوا انكم تتجولوا الان في الغابه مع شخص صياد محترف، وفي الاخير هجم عليكم نمر الجبال وقام بتدميركم. هذا شيء لا يعقل صراحه يا اصدقاء. وشاهدوا ذلك الشخص مسكين جرى ذلك الترين. ليتس جو، لقطة رائعة، ولا زال يجره مرة الكثير من الوقت. راقبوا، واو، علق نزل أسفل من ترين. شيء أخر، كيف هذا؟ هل دخل الشخص ما متنا وأرسله وضربه؟ وراقبوا هنا، لاعبون محترفون. أحسنت يا صديقي، واو. شاهدوا شخص ثاني مسكين فقد فشل، وهؤلاء راقبهم، واو. يا سلام عليك، لم أكن أعتقد بأن تلك السيارة تستطيع حمل هذا العدد، لكن مع الأسف لا يمكن لكم الدخول لكراج بينيز. وهنا ريمبر ديسكار، نعم أنا أتذكرها. شاهدوا شاهدوا شاهدوا، واو، تلك السيارة قتلتها. هذا لا يعقل. راقبونا، ترين لقد جاء. يا سلام، وذلك الشخص رجل الصوات لا زال عالقا في السيارة رغم ان الجميع فشل ورغم ان الجميع سقط الارض. وشاهدونا، هناك موضع على ما اعتقد يقوم بتجميد الايادي. لقد هربت، خافت يا رفاقي من تريفر، رات تريفر فهربت. انصحك بالهروب صراحه لان تريفر لا يلعب مع اي احد. وشاهدونا، يريد تفجير جيمي. نعم، لقد قام بتدميره. واو، وقف وسط مين؟ مصابيح الاناره. شيء مضحك جدا. وشاهدوا، هذا الشخص يقوم بسياقة زينتورنو. أحسنت، مس تشيك بوينت، مسكين، ها هو عاد التشيك بوينت مرة أخرى، مس تشيك بوينت على ما أعتقد. وهنا مر ذلك الشخص فقام بتفجيره من نهائيا. مات عدد هائل جدا من اللاعبين. سيلفي لم تنجح. كيف هذا؟ كيف وصل القارب وسط من الطريق؟ وهنا أولئك الأشخاص يلعبون. أحسنتم، كيف استطاعوا فعلها؟ ستيكي بومب، راقبوا. لا، تلك الخصب العصير هو المسكين لقد سقط. كيف استطاعوا سياقة اصلا ذلك الحائط؟ هؤلاء الاشخاص فانهم محترفون. راقبونا فرانكلين كوكين، ها هو فرانكي يريد الطبخ. بوم، احسنت يا فرانكين. فرانكين سيشعل النيران الان في البلبك. ما هو الشيء الذي انفجر؟ لست متاكد ماذا انفجر بالضبط. المهم الشيء الذي انفجر لقد قتله، وهنا هذا الشخص لقد سقط، مع الاسف سيموت. واو، 100% سيموت. عاد السيارة هائل جدا، لقد دمروه. نعم، في الأخير لقد مات، لم يتركوا نهائيا لكي ينهض. وهنا هذا الشخص بدأ في التسديد. حدث جليتش، رأيتم؟ لقد اختفت يا أصدقاء تلك الشاحنة. وهنا فرانكلين، جاء ذلك الشخص ولقد وقف، وقف كذلك فوق من الشاحنة، لكن المسكين سقط في الأخير. هل مات؟ انتظروا نكتشف. 100% سيكون قد مات، لأن طريقة سقوطه خطيرة جدا والهيت عندها نزلت. وهذا الشخص، واو، الموتورسايكل وقف، لكن هو مع الأسف لقد سقط. وشاهدوا، واو، فجر، انفجر الموتورسايكل في الأخير، وذلك الشخص المسكين فقد التوازن. وهنا ماذا سيفعلون؟ واو، جاء التراكتر، دمر ذلك التراكتر، قتله منذ البداية. الزل بعد لم يبدأ المهمة ومات شخص من الفريق. وهنا لقد فاز تريفر، انتظروا نكتشف. ماذا ستفعل؟ أين هي أصلا؟ هاي اللقطة جاءت، سقطت المسكينة. لم تستطع الدخول، سقطت. ماتت. R.I.P. ماريين، الله يرحمك يا ماريين. واو، الطنق ثقيل جدا، استطاع إغراق تلك السفينة الخاصة بالصيد. يا إلهي، هذا شيء لا يصدق. وهنا ماذا يفعل هؤلاء الأشخاص؟ واو، جاءت ريفر عاصرهم. وراقبوا هؤلاء الأشخاص. عصرتهم شاحنة الصوات وامسك بهم رجال الشرطة. وهنا ستيل الكارغو بوب، عليهم سرقة الكارغو بوب، لكن راقبوا، لقد سقط ذلك الشخص، مات مسكين، بقيت لهم صفر في الحياة، يعني إذا ماتوا سيفشلون. وهنا تلك الجليتش، جليتش خطيرة. راقبوا، انفجرت بطبيعة الحال لأن هذه اللقطات فاشلة. كيف هذا؟ قام بتفجيره قبل أن يخرج من الباب الأمامي. وهنا يريد تدمير ذلك العمود. أحسنت، لقد انتقمت لنفسك. راقبوا العمود، واو، تاغ لايف يا أصدقاء، تاغ لايف.
وفيها شي الاثناء احسنت قفزه جيده ضرب في عبود الاسمنت ونزل عليه ذلك الشيء ما بين رجلان. واا المسكين لقد حرم من الاولاد ذلك الشخص. السياره عادت له شيء رائع. وهنا الشرطي تم عصر ذلك الشخص المسكين وعدد سيارات لا ينتهي نهائيا دمروه. وراقبونا راقبونا ضرب يا اصدقاء بلا عجلة فقلب. ما حدث لا هات الهليكوبتر لا احبها نهائيا سيئة من ناحية الهاندلين. راقبوا راقبوا ارسلها وشاهدوا هذا الشخص سددها احسنت. وتلك هي جاذبية لعبة جي تي اف 5. هذه اللقطة لقد شاهدنا سابقا لكن من انجل اخر وهنا انجل اخر جيد. لقطات رائعة جدا عجبتني وهنا النهاية. راقبوا مايكل مات كيف هذا؟ قاموا بانهاء اللعبة وفي الاخير مايكل مات وفشلوا في المهمة. ولا تنسوا ان الكتابة قد بدأت يعني منطقيا لا يجب عليهم الفشل في المهمة. وكانت هذه اللقطات الفاشلة هي التي نشاهد الان اللقطات الفائزة. البوغاتي يا اصدقاء ذلك الشخص هل سيصعد؟ هو بوست غير موجود في اللعبة. ها هو شاهدوا هل سيصعد ام لا؟ وضع السيكي بومب انميز كار. راقبوا راقبوا سيارة العدو. رأيتم الشيء الذي حدث؟ تلك السيكي بومب لم تفجر سيارة ذلك الشخص بل فجرت السيارة الموجودة بالقرب منه وهي سيارة الشخص الذي وضع السيكي بومب. هذا الشيء لا يصدق. وراقبوا هذا نزل لكي يقوم بحمل كرة الجليد ولم يقم بإصابته بركلة الجليد. وشيء شيء واو ذلك الشخص محظوظ. وهنا احسنت صاروخ جاي. اين مر ذلك الصاروخ؟ واو مر في تلك البيبان الخلفيه لانها غير موجوده. هذا لا يعقل. وهنا الباراشوت احسنت 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 نزل. واو شيء رائع لقطه فائزه 100%. وهنا حملوا تلك السياره الصغيره سياكلها. نعم كوزماركس اكلها يا رفاق. شيء خطير حدث احسنت يا صديقي. وهذه اللقطه شاهدوها. واو ضربت في الكرة الأخرى ودخلت شيء خطير جدا. وهنا يا سلام هذه اللقطة خرافية. ولا تنسوا بأن يسوق بالخلف يعني يستحيل فعل مثل تلك الأشياء بالأمام ويستحيل فما بالكم بالخلف. وشاهدوا هنا هذا الشخص واو أكله يا للروعة أحسنتم يا رفاقي. طائرات خرافية والسائق أخرف. هل هناك مصطلح اسمه أخرف؟ خرافي يعني أخرف شيء رائع جدا. شاهدوا سقط ضربه ومرة أخرى ضربه. واو جاء ذلك الشخص أرسله وأبعد نهائيا فقام بالانتقام. حملها معه. هذا لا يعقل. ذكرتني هذه اللقطة في الأرنتيفس. أغلبكم لن يعرف الأرنتيفس وهو أحد الديناصورات في لعبة أرك سرفايفل إيفولف. في إمكانكم حمل الناس. شاهدوا شاهدوا ولم ينزل وسط من الماء شيء رائع. وهنا احسن شيء يا صديقي. يا سلام واو قلبوا المراكز شيء خرافي يا للروعة لقطة خيالية جدا. وهنا هذا الشخص واو احسن شيء يا صديقي. وراقبوا هذا هذه القفزة عالمية جدا 360 هل سيقف؟ مر في الوسط تقريبا شيء خرافي. وها هو مرة أخرى قفز. يا سلام 360 في الجانب ليست 360 بل 180 درجة فقط. واو وأوقفها هذا الشخص فإنه محترف يا رفاقي. وشاهدوا شاهدوا 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 الآن دار كاللولب لانديريت وسط من الباركي لات ذلك الشخص فإنه خطير. شاهدوا شاهدوا في هذه الأثناء يا سلام الفري ستايل يا حبيبي بوم ليتس جو لانديريت. راقبوا راقبوا هنا هو صديقه. شيد 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 يا للروعة لقطات لا تصدق صراحة. بوم ووقف الاثنان معا هذا لا يعقل. وهنا الهليكوبتر يا سلام شاهدوا 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 ووقف وقف يا للروعة لكن صديقه لقد فشل بالنسبة له وهرب. وهنا جيد سدد عليه ذلك الشخص ومر فوق من الهايدرا يا للروعة لم يصب نهائيا. راقبوا هذا الشخص ماذا سيفعل. هذا لا يصدق مباشرة التصق بالكارغو بوب. وهنا احسنت يا صديقي. راقبوا السيارة مدمرة نهائيا رغم كل هذا لاندريت. وهنا يا للروعة يا رفيقي يا للروعة
راقبوا 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 راقبوا. يا سلام، بين البنايات وفي الأخير أوقف. أحسنت أحسنت صراحة. وهنا جميل 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 جميل، بوم فوق من الآلاء، ليتس جو صعد. يا سلام، لقطة رائعة جدا. وهنا يا سلام، أو 360 يا صديقي، يا للروعة. هذه اللقطات صراحة ممتعة جدا، ويستحيل فعلها في GTA 5. شاهدوا، واو، نزل في الرام كأنه لا شيء، وكأنه لم يكن طائرا في الهواء. وراقبوا هذا الشخص فوق من ترين. أحسنت يا صديقي، وليس فوق من ترين فحسب، بل بالقرب من أصدقائه. وهنا فرانكين سقط، واو، مرت شاحنات لم تصيبه وأصابت أغلب رجال الشرطة. وهنا هذا الشخص، مرت شاحنة ولم تصيبه كذلك. وراقبوا هذا، تشيك بوينت، أصابت تشيك بوينت، واو، ممكن أن يفوز بالسباق. مركزه هو الثاني، لست متأكد هل فاز أم لا. أحسنت. وهنا هل وقف؟ نعم، يا سلام، وقف فوق من تلك الآلة الخاصة بتنظيف الزجاج. وراقبوا راقبوا راقبوا، لاندريج فوق من البيربورد. أحسنت يا صديقي، لكن في الأخير لقد نزل. المهم هو أنه نزل باحترافية ووقف فوق من البيربورد. راقبوا هذا الشخص، شاهدوا 360 يا صديقي، أوه سدد عليه، واو، وقف فوق منه. يا سلام، ممكن أن تنفجر تلك الطائرة، لست متأكد. وهذا الشخص قفز، أحسنت، واو، طائرة انفجرت بالفعل، لكن هو لم يمت، هرب. أحسنت يا صديقي، شيء رائع حدث. وماذا سيفعل هذا الشخص؟ أوه قفزة عالمية، 360 بوم، نزل في الطريق الأخرى. هذا لا يعقل. وهنا يا لاعب المحترف يحاول النزول فوق من تلك الطائرة الأخرى. البعض سينزل، البعض لن ينزل. أوه، شخص واحد فقط وقف، الشخص الثاني لا نعلم، لكن سنكون قد وصلنا نهاية هذا المقطع. أتمنى أن أعجبكم، كان معكم ياسين، توجهكم الله الذي لا تضيع ودائع، ولا تنسوا بأن السلام وخير ختام.